تشو كان وصدر الى ندافي قرر بفوليني. بسم الله الرحمن الرحيم كنت وعن ونكسن دمانا خيافت شرفت لك وحرن شنو كينا بندر ميديا دمانتي نحن لنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد تحية إن شاء الله وتعالى بعد السلام وبرامج كي وحيق لنت أبو رشادة صومالي بمركز تجوغان وحن لنا إن شاء الله وتعالى على هذه حفظي على هذه مباركية نحن رجينا يا أمد الصومالي بمركز تجوغان حاف مات بش 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 بروقة إذا رجينا إن شاء الله وتعالى برامج كنا أقول تلاقي وحيق لنت الصومالي يعني ما أنت بنا إذا دين سو بندق إذا دين سو قد بنص ذي هذا النوع أهد وحواجب دوش أنك سار إنك استو مسلم إنه ولا كيس غيرك أشجع أي واجب دوش كأشجع سارية أنا كنا وحدوش أنك سار إن أمد الصومالي إذا وحيق لنا أشجعنا وناقة أشجعنا حمانت عن كلامنا ما دام هذا حيل حن لوجره ونصور رأي كورونا فيروس ونصور شعب جينا الصوماليات وحنقول دينا إن شاء الله وتعالى ولا الله الصومالي مركز تيجوجان إن يكدكتون هذا حنون كنا صوف صف مرينك صور رأي إن شاء الله وتعالى وعندك حسن هنا سيد عادي إنه هنجرت إنك ماسك حرتان أدوجك حرتان هدي جدك أد مريسد ولكن وحنك حسن هدي أد كل جوجت إن يا أما هدي كل جوجت أما بنانك أجوجت استعمال إن شاء الله وتعالى ماسك استعمال مهمة أي سارن أو أي سارن تاي عفماتك جا يا كجرو المركز تمركز بنانك هذه سيدنا كود ذال إن تخلبك كعنت لو قلت لك جلي إن جماعة يعني الكل جماعة كود خذ مركز جوجا كسر لوت إن صابون إن استعمالش كود المركز تبع إن نظافة النظافة نصف من التم نصف من الإيمان أيا ليه مركا النظافة و يعني إيمان كبر كيسة مهمة أي سار أنت هاي إن أمد اللي وعي إن أمد هذا وناجي عدو شكت هدي العال عذر كأخبت إن ولاك يجحنون كقوم إن ربات ملهن عذر كان كورونا فيروس كان ووح إسكا إن وسيد هرجب كيو كلاوي وحسع على سماهن كلي وحلو بهاني هاي إن الله سبحانه وتعالى أكو حرناتد الله يا وليس كغادة إن شاء الله تعالى إنه حرام إنه يسوق دون ما أنت برنامج كنا إنه ربي حنا ده جود كورونا فارس كأي وسنة إنه بلي بشي الله ودي بالله صوت عافي إن حقيقة ذاتك أدا سومالي أدا ده يوصو يوصو الري إنه واحد مدة إن ما إن امتحان نقول ودي جاي لكن الله سبحانه وتعالى يعني ثلاثة صارنا هنا ننكسته حنون كان خبص دينه هو أركن حنون وليس بدن هو أركن إن شاء الله تعالى الله وياك غادة امتحان كاسنا إله سبحانه حنون كاسنا إن شاء الله تعالى الله هيا كاك هذا يا وحن كورجينا عافمات أيام كورجينا وراك كحنون صن ملكس توجو جنبه إن أسبوعيا السود هذا فايدة بدن أيام كور إنتهن إن دت بدن إن شاء الله تعالى إن الحمد لله رب العالمين الله سبحانه وتعالى وكحية إن حقيقة نكستوا دمنا نكستوا نفل السيب ودمنا إن هايسلين وراك حنون كدرامي إن حنون كان وحنون الله سبحانه وتعالى يعني هايسلين حنون كان وقتي أكو دمنا هيديا خلبي هيكشين دمشي الله سبحانه عز وجل أيا هاي جانتي سكو هاي خفكو ربنا إنه ما أنت عافمات سينا بدر في العين وكسينا خفكو ربنا إنه ما أنت قاتنا أصور حنون سنين أيو قاتنا يا خفك على سبحانه وتعالى أصوت تبنا عندنا الله متشنا إسلامك على سبحانه وتعالى أصيغ أيه ما ملكك عن تك وجرتا إلى يعني كجبرينا إلى يعني بدينا إنه حنون كان إذا كقاد الدعاء ودريتهم إنه حكلو إذن شيء أنا حقيقة ذاتك غاركود وحلاقي يا ذاتك إن حنون كان منك غاركود وحد مودة إنه سياسة إتها إياد مودة إن سياستنا إكل فاقن تاي هذا ما أنت وحرنا إنه إذن سو جد بنا إن دمشق ذاتك غاركود وحيله إن كورونا فيروس كأي كرلا بونبوننا إن بونبونن داس كرلا سيق هذا حقيقة ورون إن لا شيء جو إن حنون كان مجالد سو جلي وذاتك عفي الدون كدهن أسامي ku yeeshay waa okay waa la socdaan laakiin waa laga sii badbadiyay waxaad moodaa hadda labadii bil ugu dambeeyay ayaan waxaan idin hayna taqriir waxaan idin soo gudbinayaa idin rabnaynaa idin sheegno dhimashadii laba ee bishii febraayo bishii la bishii labaad ee sanadka 2011 ka ee dhimashada bishaas kaliya dhimatay markii isku aan markii la isla barbar dhigo dadka kala dhinteen waa lambarka ugu yaray ka mid ah dhimashada in Allah subhanahu wa ta'ala dadka dilay laakiin markii la fiiriyo مركز فيروس جرافكا سئو كلا سريان عذر هذا الله أنتي أيان إديس وجدنا دو الله ودليلهم إن عذرك أقول سريع أي وحوي هاي عذرك كان كانسر كلي رادم وحاكو لما تي هل مليون بخل التضوات اللي تضوكن بخل بخل أفرت اللي يكون روح حاكو لما تي وعذر كان كانسر كعذرك لي رادم وهل مليون هل مليون بخل التضوات اللي تضوكن بخل أفرت اللي يكون روح حاكو لما تي عذر كانسر كلي رادم إن سيجارك عبيت سيجارك ذاتك سيجارك عوز بيش لما تبي الصور لا بيش لا بيش في برايك جدي هذا وحكوا لما تم تضوق بخال التوان تضوق كن أفر بخال سدية سجاشن سدية روح أيها كل ما تم الكل هذا ذاتك عبو الكل هذا ذاتك عبو
bishii la soo dhaafay February gudaheed waxa ku dhintay 358,472 ruux ku dhimatay een aids ka cudurkan aids ka leeyahay Allah subhanahu wa ta'ala halaga najeeyo waxa ku dhimatay 400,940,900 ruux ayaa ku dhimatay aids ka kaliye waa 240,900 ruux ayaa ku dhimatay cudurka aids ka leeyahay een cudurka shilalka dhacay shilalkan bishii kaliye February kaliyeeda ayaa intaas waxa ku dhintay shilalkii dhacay bishan gudaheeda waxa ku dhintay 193,479 ruux ku dhimatay in isdilid dadka isdilaan qof iskiis isku dilay kaliya bishan February kaliyeeda waxa ku dhintay 193,496 ruux ayaa ku dhimatay isdilid qof isdilay een malaria cudurka malaria la yiraahdo Afrika aad ugu badan yahay bishan February kaliyeeda waxa ku dhimatay 400,584 ruux ayaa ku dhimatay cudurka malaria la yiraahdo een cudurkan een koomaha cudur dadka koomaha gala isbitaalada jooga ama guriga jooga dadka koomaha gala kaliya bishan kaliya oo February bishan soo dhaafnay waxa ku dhinteen 69,602 ruux ayaa ku dhimatay waa 69,602 ku dhimatay cudurka aids cudurkan ee COVID-19 kan waxa ku dhintay 14,687 ruux ku dhimatay tirada fiirada waa tirada ugu yar marka baahshan waxa laga dhigay siyaasada laga dhigay ee wala bunbuniyay waxweyn laga dhigay waa lambarka ugu yar graafka aad u jeedaan lambarka ugu yar waa oo ku dhimatay bishii la soo dhaafay February 14,687 ruux ku dhimatay ee cudurada kale isdilka een malaariyada sigaar cabida dadka sigaarka caba hadda waa lambarka labaad ee kaga jira dhimashada bishii la soo dhaafay waa 7,718,498 ruux ku dhimatay cabida sigaar kaliya marka cudurkan walaalayaal yaalidin yaani wax weyn la idin kaga dhigin waa xanuunkan wuu jiraa laakiin sida laga dhigayo ma ahan haddii aad nadaafada ku dadaashid haddii aad caafimaadka yaani gacmahaaga aad dhaqdid haddii aad geedkan sanka la xirna aad isticmaashid ilaa alla subxaana wa tacaala waxaa laga yaabaa inuu kaa badbaadiyo ayaa laga yaabaa insha allahu tacaala waxaan aad iyo aad u rajaynaa walaalaha sigaarka cabaa inay sigaarka iska daayaan khamrada dadka cabaan inay khamriga iska daayaan alkoholadan aidiskan cudurkan allaha subxaana wa tacaala asaga keenay asaga inuu yacni in la joojiyo oo yacni waxyaalaha alla subxaana wa tacaala saraali ka ahayn la isticmaalin aad iyo rajaynaa dalaa wadala idno shilalkan ilaaha subxaana casa wadala shilalka wax iska dhacaan waay marka qaarkood shilalka waa dhacaan ilaaha in kastaba allaha naga badbaadin isdilka dadka isdilayaan ayaa iyada naftigeeda labadii bil la soo dhaafay oo aad u sareeya waa 193,396 ruux ayaa ku dhintay waa dad isdilay keliya waa tiro aad u badan yacni ilaaha naga najee insha allah taas waxa mudaasi naftu cudur ayuu ka mid waa sina cudurada ayuu ka mid ah macna isdilay nin fiyo ma aan ilaaha naga badbaadi insha allahu tacaala barnaamijka maanta waxa ugu talagalnay inaan idinkugu bishaareyno wanaaga kheyrka ilaa in lagu xirnaado in wanaaga laga shaqeeyo khabiirka la iska daayo cudurkana haysto aan hal meel aan kasoo wada jeesano in ummadda ugu shaqeyno wanaagan ugu shaqeyno ummadda soomaaliyeed abaara ayaa soo saameeyey abaarahaasna ilaah subxaana wa jalla inuu alla subxaana wa tacaala ku qaado barnaamijkani wacyigelinta maanta waxaana intaa ay kusoo gabagabeynaynaa waa walaalkiina maxamed xaaji amiin dalka netherland magaalada Nijmegen oo idin leh habeenka idin wacnaado maalinta idin qurux badnaato asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.